من جديد أهلا بكم مشاهدينا. فقرتنا التالية قراءة في أبرز ما حملته عناوين الصحافة العربية وكذا العبرية. ضيفتي في القراءة والتحليل الصحفية رجاء شعباني، أهلا بك رجاء. أهلا وسهلا على السلامة. أبدأ معك في القدس العربي. لبنان نذر تصعيد بعد رفض تلي أبيب ملاحظات بيروت حول الترسيم، ماذا يقول تقرير القدس العربي؟ نعم، مع الأسف لبنان مرة أخرى في ملف الانتخابات الإسرائيلية هو مقحوم ربما في ملف من ملفات المزايدات. نعم. حيث أن لبنان لم يكد أن يقرر بقراره الرسمي وقراره النهائي بخصوص ملف تقسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل، إلا أن خاصة داخل وساطة أمريكية تريد أولي الولايات المتحدة الأمريكية حل هذا الملف، ملف الغاز بين لبنان وإسرائيل، خاصة أن هناك حاجة كبيرة اليوم لأوروبا في الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية. لكن إسرائيل لم تكد لبنان كما قلنا أن تقر بقرارها الرسمي، إلا أن إسرائيل قد رفضت هذا التعديلات التي اشترطتها لبنان التي تتنص على 3 نقاط اشترطتهم لبنان كتعديل. نعم. على الاتفاق بينها وبين إسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ليبيد أن المفاوضات يمكن أن تتوقف إذا استهدف حزب الله حقل كاريش. نعم. نعم طبعا أضاف كذلك تهديدات أخرى، وقال أن إسرائيل لن تتنازل عن أمنها الاقتصادي وأمنها الحدودي مع لبنان، وقال أنها يمكن أن تقف المفاوضات بينها وبين لبنان، خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد هدد أن حزب الله إذا أراد استهداف إسرائيل أو بنيتها التحتية فأنه سيندم على ذلك كثيرا. أما لبناني رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وصل المباحثات حتى ساعة متأخرة من الليل حسب القدس العربي، وحسب تصريح لإلياس أبو صعب يقول أنه قد تم التوصل إلى 90% من التوافقات في هذا الاتفاق، إلا أن 10% لا تزال نقاطا حاسمة. نعم. في الشرق الأوسط الصدر يجمد عمل ميليشياته إلا في محافظة صلاح الدين، لماذا هذه المحافظة جمد فيها عمل ميليشياته؟ بداية رئيس أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس قد صرح أو أعلن بتجميد عمل سرايا السلام في جميع المحافظات اللبنانية العراقية باستثناء محافظة صلاح الدين، ويعتبر حسب التقرير الذي لم يخوض في تفاصيل أكثر، لكن محافظة صلاح الدين تعتبر معقل من معاقل مقتدى التيار الصدري ومن معاقل مقتدى الصدر. طبعا سرايا السلام تحدث عنها التقرير وقال أنها فصيل مسلح كان قد أنشأه مقتدى الصدر في 2014 بعد عمليات عسكرية كبيرة لداعش في 2014 وسيطرتها على أجزاء من العراق. يقول كذلك التقرير أن هذه السرايا تتبع جيش المهدي، وهو الجيش الذي كذلك أسسه مقتدى الصدر بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. قرار الصدر الأخير جاء بعد أيام قليلة من تأييده للوصايا الأممية أو التي قدمتها رئيسة الأمم المتحدة في مجلس الأمن، والتي دعت الجميع إلى ضبط النفس، وقال الصدر أنه هو كذلك موافق أو يوافق رئيسة البعثة الأممية في العراق وأنه على الجميع بضبط النفس. ويرى التقرير أن ربما هذه الخطوة التي اتخذها مقتدى الصدر بتجميد عمل سرايا السلام هي ربما خطوة عملية تؤيد ما قاله شفاهيا بأنه يوافق ضبط النفس. نعم. اللواء اللبنانية إنزال أمريكي في القمشلي السورية، وأردوغان مستعد للقاء الأسد. لنبدأ بالشق الأول من الخبر، ماذا في تفاصيل هذا الإنزال؟ نعم، مسؤول أمريكي لرويترز كان قد صرح أن غارة أمريكية كانت قد استهدفت مسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية أو مسؤول في تنظيم داعش وإصابة آخر والقبض على 2 آخرين. أضاف المسؤول أنه ليس هناك ضحايا أو خسائر في الجنود الأمريكيين، ولا ليس هناك طبعا إصابات من المدنيين السوريين،
واعتبر طبعا هذه العملية قد قامت على الأراضي التي هي تحت سيطرة النظام السوري وهي ما تسمى جنوب القامشلي أي ريف الحسكة. الجزء الثاني، أردوغان مستعد للقاء الأسد؟ نعم، هو تحدث التقرير في جزء آخر على أن هناك زيارة مرتقبة لحركة حماس ربما في زيارة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، ويقول التقرير أن ربما حماس تقوم بزيارة بشار الأسد بعد إنهائها المباحثات والمشاورات القائمة حاليا في الجزائر مع نظيرها حركة فتح والمتمثلة في شخصه محمود عباس. فيرى التقرير أنه ربما هذه الزيارة لنظام بشار الأسد ستعيد العلاقات بين حركة حماس ونظام الأسد. في النقطة الثالثة، تحدث التقرير على أن أردوغان كان قد صرح لقناة الجزيرة وقال أنه لا يرى أي مانع يمنعه من مقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويرى أنه إن حان الوقت ربما قد يلتقي به. في تفاصيل أخرى، يقول أن أردوغان يقول أنه كان قد حذر وقال لبشار الأسد أن قمعه واستهدافه لشعبه سيؤدي إلى هذه النتيجة. تبقى لنا معك رجاء ما جاء بالصحافة العبرية، يدعوت أحرنوت استعراض إسرائيلي لأبرز التنازلات التاريخية تحت ضغط المقاومة، ماذا في التفاصيل وما هي هذه التنازلات؟ نعم، في الوقت الذي يتهم فيه رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خصمه رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد بأنه يخضع لقرارات المقاومة وأنه يخاف من تهديدات حزب الله، التقرير يستعرض الإخفاقات والخضوع الذي خضعه بنيامين نتنياهو فيما قبل للمقاومة وخاصة المقاومة الفلسطينية، حيث أن التقرير يذكر بنيامين نتنياهو بصفقة تبادل الأسرى وهو ما يعرف بصفقة جلعاد شاليد التي تبادلت فيها في عهده وهو رئيس وزراء آنذاك مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، والذي تعتبر التقرير أنه يسمي التقرير بأنه في إسرائيل يعرف بصاحب الصفقة المخزية، وأن الإسرائيليين يعتبرون أنها كانت أكبر صفقة مخزية في تاريخهم، حيث أنهم استبدلوا أسيرا واحدا وهو جلعاد شاليد ب 1027 أسيرا فلسطينيا صينيا. ويقول التقرير أنه الأكثر بأسا من الرقم هو أن هويتهم التنظيمية، خاصة أن أغلب الأسرى ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، ويقول التقرير أن 280 منهم محكومون حكم بالسجن المؤبد ومنهم كان قد صدر فيه أحكام الإعدام. أن هذه الصفقة التي تعتبر صفقة مخزية كان قد أمضاها بنيامين نتنياهو هي أبرز ما يحمله من وصمة عار داخل الأوساط الإسرائيلية وخاصة الإعلامية، فإنه يعتبر التقرير أنه لا يحق لبنيامين نتنياهو التحدث على لخصمه حاليا. ويرى التقرير أن حتى بإبعاد الأسرى الفلسطينيين إلى غزة وإلى خارج الأراضي الفلسطينية إلا أنهم لا زالوا يشكلون رعبا كبيرا لإسرائيل ولشعبها. نعم، هل تحدث التقرير عن أي ضغوط أو تنازلات تاريخية فيما يخص حزب الله اللبناني؟ تحدث التقرير أكثر عن صراعه مع حركة حماس. نعم. ربما أكثر بكثير، وخاصة أن التقرير ركز عن هذه الصفقة صفقة شاليت التي تعتبر كما اسمها التقرير صفقة المخزية. نعم، كل الشكر على وجودك معنا رجاء شعباني الصحفية ضمن هذه القراءة لأبرز العناوين التي حملتها الصحافة العربية والعبرية.